علماء دعان که مقاله دگارسا و هرکه عیابها دعوت شیخ محمدیل کدهبله عیامان تحرک کجران اسمها دباق عصبی مسجد عصری اولگردی سی حرمتی مكتب دیمام الشافعی هلکا عمرت شرف کلیه ددوینه حافظ و باهی بدنو قوی مسجد کای کسوقی بگلن مامول کای جدیگ حرمت مكتب دیمام الشافعی او سیهر سر حفل دوسو اجسمی یا هلکا سیکسو دویی علماء دي بلشد آقاسي و باهي بدن قبيل مسجدك وحانا قوبتك هاللي مرتي شرف تاوغم هاد عليي محسنين تا يقن عصتا دا ديگانك وقيب لباح لكا قاطي ورمركا دسمها عصري جاي مكتبة دي امام الشافعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وحسود وين ضمان علماء ذكر الدوان وهو الرئيو به دعوة الشيخ محمد عبدي ما أرتى إلهي هبركيو إلهينا عافية هنا حفظيو سيدوك الوالد الداعي الشيخ حسين ما أرتى إبراهيم برالي سقر وسود وين وما أرتى أضيقي إذا عد الرسالة سقنا دمان وحاكلو سود ويني مجلس الأئمة يوم أرتى السبكين وشيخ إسحاق وشيخ حسن عبدي إن قال السعودان الشيخ بشير رحمة الله إلي مفتقي نعام كان مقالة ده سقر واسور دوين تشيف أفكا تشيف إسماعيل تشيف عبد الرحمن يونالجوغ أيغن واسور دوين إنا مدراء المدارس أيغن واسور دوين إنا سيدو كلا الدكتور شجاع وسقر مرتين نوعة جمعية الدداب يومارتي مخيمان كوضينا كأه دعاء المقالة ده نكمل ده واسور دوين إنا نمان دعاء كلا دوين يا سود ويننا كل جيم بسود وهذا فريتان كمساجد كمسجد الأندلس ومارتي مساجد مقالة قصو بريكم ده إن شاء الله أنشطتي دعوتنا مارتي سمين دونه كسود وهذا بارك الله فيكم فريتان كيسو قلبتها حفلتنا وحسي وين معها ومارتي وحفلت الدعوة يشكرين أويان شيخ علماء أنا مارتي نود عين يسوع وأن الله سبحانه ميشن سيء هيد مركورة مكتبات بهيد أفرقل يهول يربا كويا لي ما أنت نواضرتان وحكا لسان وفضل الله سبحانه وتعالى رقم ميشن أساسينا علماء مقالة أويو دعاة مقالة ومارتي عبي الشيخ وكمي دي هاي مدهدا السنة ديو سيديد بلوت كهرة يا يعني مارت وقف كان مسجد كأيان هلاي بفضل الله لبول على كمدة ومحسنين ومقالة دقل يا وقفين والدكم بين مارتي وقفين إلهي سبحانه وتعالى هبرك هيو الله كأقبله مساجد كيوم التبضي يا النشاطات كدعوة أها يدور كأيلة هايين لما علماء دوي أجيهين نشاطكم بان ربان نصي وضه والسيح وديه إن شاء الله بإذن الله الباري لما نصيده كالعفو وحسود وين كوميتي ذا مسادك وضياشة يعني أيضا نصيد وين هيا مركة بارك الله فيكم إلهي بام هاد اسكاله إلهي نعمة الإسلام عليه نسي والإيمان مانتا وتارقو أيتهاي بشي سيدتال مسجد كان بعلى فري أو ليراهو سدوا هاد أو أخي معها فيصل ومعه أبحية أولها أندلس ومساعد سوز زيادة ووحل وفرحه مهام فيلي تونشيب ووت مركلتها تونشيب هذه الأسكتها جنبك إن بيجي نقنسة لهذه ليراهو تونشيب ووت محاكوت علي لحية تبان مسجد أو وين يا جدها كتالا مركا لباق عن تلقوها هي ميد محو دعها يا ماشي تكنيكول يوم حوها السلام انت ابن حيسو يا لقد نسي هي
مساجد دبقة ميت كنا كم وي مركا هذي كا أوفر مسجد يتون بين غناي ومساجد وين وتون شي بوت جدها مركا وفائدة سكر ده سو ما لدا معان كم غل جري سجارة متانة سمح له جري وابون محله شيخ محله جري وابون وحص يعني الفائدة سكده يعني محايا لهذه السجارة أبضت ودبين وبيقولين مسامها مركا عدد مسلمين أو مساجد أصيب بدنسو يا جماعة ذا وحلو فرحة متاعي مسامها 1994 ماشينا وضنو إيه مدى أفر سنة هل كان عمر جرني سلام شيخ أحمد إيمان تفسير كان خير إيسان جرني مركا ماشي حافظ إسك إيه مساجد نوع قدن بيسي لغادي سي ذاتك مساجد كاد إسوان أدعينينا ذاتك أصعد وان أدعينينا إن الله أنت كقيب قالتهم حالين هاي إلهي إذن كي حديثك النبي قوير من بنى مسجدا بنى الله بيتا في الجنة جنة قرق الله إني قول إسو قارس محاكوتا الله إلى سدح بقول يطور مسايد سدح بقول وطنشيب ووطماء إجلتها كوركورا يمحوها موديكا إنت ودحيسو وسدح بقول إياسي مريان مركا مساجد مركا محال الربا إني علوم مدى إمامولكا لقوحش ميو وعني مؤوني هانتي إخواني وأمين قابان أريقسان وقابان يهي إلهي بامهد الله سبحانه وتعالى مهد إلهي كدب وحان مهد وعلنينا علوم مدى سأجل لده دعوة سوودي إلى إلهي السبب وأقردقي هيركن إلى إيسو قارتو إلى إنه حن أقبرنا في ميزان حسناتهم إنه إلهي وجمارته يوقليه دذلك آدي آت كودر إيسو مرن مهد إلهي مهد أسكدب وحن مهد كلو علينا هيا مسكحدي فكرتي كدم بيسي مساجد كان إنه إيسو قار هيركن ومساجد مارتي دور دباقة وقيمها يقرحضا له رنتي واسكما أهانين بعد الله فكرة إيو وقت بدن إيو مال بدن أيال قلي إن ألا أنت مال قلي سي إن ألا أنت فكرة قلي سي إن ألا أنت نوعم أو ما أركت أو كالمي سي إلهي وحان أقبرين إينا أيجي إهل كودا إيوالدين تودا إيعرو تودا إنو في ميزان حسناتهم إنو إلهي أقليو إن ألا أنت قيريوتي إهل كأها أو لو قليي إنه إلهي قبرته أقدر دعوة ما أردت يبر أو بيرها جنة كمدة. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو جنة أبلغ هذا قف كسو مسجد إسو من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة قف إلهي سبحانه وتعالى جوري جورياشي سكمدة إسو الله هو أقدر سيا جنة جوري مركل الله حنكبر يا سبحانه وتعالى دتك جوري أن قرحه بندسان إنه ما أردت أيق والدين توذبا إنه جنة غوريا أقدسه. مركا جزاكم الله خير. والله هذلي ولد دعي. وحرجين إن شاء الله تعالى مسجد عصبة سكر داي. رسائل كي أما رسالة يوم كي مساجد مقالة جودنا يين. قارك بيدلو جوتا سكنا. وقت جابن بالد جوعي. أرق بدن علماء وعي هذلين. مقصد كي أول جدة هل كان للسوق إمادينا. وعي تابتين. marka aad waxa u fiicnaa horta warka inta in lagu koobo laakiin mar hadii aan soo istaagay ariga warkeeda waxa waayay waxaan leeyahay ilaah baa mahadsan awalan wa aakhiran kadib waxaan u mahadnaqayaa xuduurka soo ajiibay yaritaankii loo yeeray oo gudiga masajidka uu yeeray waxa la waqti casara oo danooyin badan leeyahay bay ahayd laakiin waxa laga fadilay oo runtii ka fadli badan إن لسه أجيبي أو أنت هذا مساجد كأنجوجنو إلهنا وحنا ويدسنا هنا إنه أجر نقصيو كلمة ذا حكتو وحنا ليه هاي دد ولا لا إن لو دعيو أو مساجد كان دسان وقف كان سمين أي مقصد كا فدك الله سمي وها وحنا لنا مركا سد هريب الله تلمامي مساجد كاني وحاجة لأن دقالة أدو بدن دقالها مساجد كا قالي waxaan aaminsanahay dadkii iska lahaa kamayna dhargin oo adduunka ruux hore ka dhargay wali lama hayo
لكن waxaa jirta baahi tan adduunka ween baahaysay oo Ilaahay agtiisa ayay wax uga rabeen sida darteeda waxay doorbideen inay Ilaahay agtiisa geystaan si maalinka baahida adduunka baahi ka badan ay jirto ayaga iyo waalidkoodiba ay ugu baxsadaan oo maalinka ay ugu badbaadaan marka waxaan leenahay anagana ducada baan ku kabeynaa waxaan leenahay baahida maalinka aakhira jirto Ilaahay ha idinka badbaadiyo degow magaciiga waxa la yiraahdaa Chief Ismaaciil waxaan lahay chiefka magaalada township ugu horeen culimada soo qalqaalisay fadhigan ayaa aad u mahadsan mid labaad hadalkaygu iska gaabnaani maadaama aanu lagu yeeray xafladan inay tahay xaflad duco kali ah marka waxaanu leenahay cid alle cidii waqfkan la baxday أحسنات إنه إلهي كسيه جزء أحسنات إنه إلهي كسيه أنت دمتينا الله ونحرسته وحا كلو دونينا وإنا سحسوسنا مضان مساعد كان سيدا الشرف بضان وواجباتك إلهي لو قدنا يو هدين نقطة إن لو إمان ومساعد كان أمني الآن أوي وصلاة صبح laga yaabo in la soo amir waay lagu tukan waay amni laan waayo magaaladeena waxa hadda ka jira waan ognahay xooga amni darro ayo dirta ciyaal waxa jira aad dadku rafaadiyo wadooyinku istaago xoolaha dhaca marka waxaan leenahay intaan aniga hadda meesha isku timaaday hadii oo arin nabadgelyo ku saabsan aan gudbinna xafadooyinka aan ka wada imaano dhan wararkaas aan isgaarsiin aan umaleen hawshaas ayada inay soo gabagabowi karto munaasabadan iyo meeshan aan fadhino waa mashruuc waqf ah waa masjid waqf ah oo dad walaale ay waqfeen oo ay waalidkood ay u waqfeen waqfigana waxaa weeyo waa mowduuc كمد مواضيع ذا دينة إسلام كا كتبها كقرآن كتبها علم كا كوا فقه كا يكوا حديث كا وباب من أبواب العلم أو الأغرستو لكن أنا كصومالي ذا ونوي يري هاي وقف كا ونوي يري هاي هر مارتاي ويكوي رايان صومالي ذا أي وقفان نوعه هذا وقف كأصقع مركا صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام وحوليها جابر بن عبد الله مجر قف صحابي ومقدرة له معناها أود إلى أنه وحو وقفه إلا وقف بكتغي وصحابة المهاجرين يا أنصار أوقاف بكتغين أوقافته كتجن إلى الآن قاربة شقية أو أكونتي أفرنيهين أو محو هاي أنا جا أن أركي مقالة المدينة بئري وعثمان بن عفان ووقفي بئر النابع على دهاي إلى يومنا هذا وشقية مركا إن لقعد ذي دمار تي ويلشن وندعو عيننا خير الله سيو إلهي هكا أقبل وقف جنة إن لقى قد يدو أو الله وقفه مشاريع لا وقفه مساجد ما أرتي وقف الله دسو مدارس وقف الله دسو قرية وقف الله سمايو أرين تاسا أن دتك ما أرتي يعني ويرينا إن ما أرتي لقى قد يدو إن عربه اللي رادو عدنان عرعور ومحاضر هو وريقو أيا وكسو وريقا يربتا يا مريكان يكسو جيدي يا محاضروين مركي مراكز تقوتك وصومالي باله وما ذيه كلاها تأسوقي ما ذي جالوين كلا عربتها تركيجي محوها أفريكانكي باكستانيينتي بأسوقي ما ذي مركو ويا باي ورسومالي ذن إن دو انصوق شيء ودمدن حدنا الجاليات كي كلابه هوي انغطي محيئة هاي ويا باي مركو نغضي محاضر وجيدي أنا قوان رقي استجع عجل كاس وحيري إن الله أرسل رسلا إلى أوروبا وأمريكا وهم الصوماليون مركا wa Soomaalida aad buu fiican yahay maartay hadda standard code ama maartay qaabka hadda diinta lagu soo jeedsaday waxyaalaha tadarufka ehna in la iska ilaaliyana
aad bay maartay u fiican tahay arintan baan maartay hadda yaan barakeeyayna waqfkan dadkana aan maartay ku boorineyna in lagu daydo arintan hadda la ii xil saaray sidaad arkaysaan anigu ninka tagay waayeel kaanahay aqoontaydii way baaba'day aqalgaygii wuu baaba'ay awooddaydii fahmadaydii way baaba'day marka sidii aad rabtaan ama aad jeceshihiinna waxba uma gudan karo waxba uma gudan karo maxaa ninku markuu cilmigiisii joogo ama caqligiisii joogo ama fahmigiisii joogo iyo wixii uu isla soo kulmay iyo wax ka sheekayn karaa sida runtaana taariikh dheer baan xagga dacwada ka soo maray oon khaas ku ahayn magaaladeenne haddii ilaahay dahay meelo badan aan lugta soo mariyey marka ha ahaato wixii iyada ahayd waxaa markii ugu dambeysay ugu qiimo badnaa gaars gudaheeda gaarsoo waxaa jiri jirtay aan dacwo ayna ka jirin ilaa dugsi wax la ilaa mooye wax kaloo dacwo kale ayna ka jirin dugsi oon ilmaha wax loo barbaarmo wiyo gaars markii iyada ay saa ahayd dadkeedana wuu iska yaraa degankeedana wuu iska yaraa haddii ilaahay mahay ilaahay subxaanahu watacaalaa haddana wuxuu inoo keenay nin haddii ilaahay mahay reer etoobiya ah oo sheekh ah oo aad iyo aad dacwadii heer sare ka gaadhay sacuudigana ku soo akhrisay yaa alla inoo keenay muxuu ahaa 1969 marka sheekhii baa dacwadii bilaabay haddii dacwadii u bilaabay kollayba waxaad dhegta ka wada maqasheen ama xaadir baad u ahaydeen xaadir waxaa u ahaa dibad maayo dacwadaas waqtiga oo dhallinyaro ahaa sheekh xuseenka kala ka mid a see cali guura allah raxmada ka mid a see cabdiwahaab baa ka mid a see xasan muxuu ahaa cabdicali baa ka mid a raggaasaa ka mid a oo dhallinyaro ahaa marka aad iyo aad yaa looga hortegay dadkii markii noolaa ee culimada ahaa dacwo ma ayna jirin haddii ilaahay mda diinta ay markaa akhristaana laba kitaab unbuu ahaa irshaad iyo minhaaj weliba minhaaj unbuu sii ahaa tafsiir ma jirin bukhaari ma jirin muslim ma jirin xadiid kale ma jirin towxiid ma jirin caqaa'id ma jirin siira ma jirin adigu wuxuu lahaa muxuu ahaaye dad uun aan aad cilmi isku dhaamin baa lahaa marka shay kastabana mar unbuu dhaqaaqaa sidaad ka wada u wada ogtihiinba nabigu sala allahu calayhi wasalame markii ilaahay u dhiibay hoggaankii dacwada oo rasuulka uu ka dhigay waad ka wada warqabtaan ninba inay u gaadhaba dhibaatadii uu la kulmay waad ka warqabtaan tanna sidii oo kale yay noqotayoo sheekhii markuu keenay sidii saxa ahayd ee towxiidku ahaa ama qur-aanku ahaa ama axaadiis ay ka sheekaynaysay ama siirada aad iyo aad baa looga hortegay haddii ilaahay mahayay dhibna loo kiciyey ma lama daynine isaga iyo wixii dhallinyarada ahaa dhallinyaradu way raaceen sheekha way isu dhiibeen waa laga hortegay khatar muxuu ahaa arrintii sidii nabigu uu khatar u galay iyo khatar u galay sheekhii ilaa markii dambe uu meeshiiba ka carro waddankii uu ka tago oo sacuudi carabiya uu ku noqdo isagoo arrintii dhibkeeda ka cararahaya marka walaalayaal dacwadii hadda waxay soo martayba maanta meel ay maalin ay ka fiican tahay magaaladeenna gudaheeda Garissa ama muxuu ahaa iyo wixii uu la hadlaa ma jirto aad iyo aad yaa ilaahay ugu mahadinaynaa dhallinyaradeennii oo intay dacwadii fahamtay
هيرجلسي نبى ماشي ومركا كره يا كيرجلسي محوها ما انت هيرك مرسو ايدي ام صوته وحي قلب سعودي اما كوري او عياري حضره اللي دي جريا يا وحي لمت كهانا وبابا اي او اوغاده انه سن دين هاي مركا وحاو كل تفصيل إذين قالين دونا ذي لأن محوها يا شيخ حسين يا شيخ بشير يا رقع صافر يا رقع لميلا يقع إذين فصير دونا مركا الحمد لله ما أنت وين في عنا هاي هيرك وحين قارني حوين كاني أي ما أنت كقب قليان بحوها برسوين كي دينها أي كقب قليان دعوذي أي كجيل كقب قليان أي يقعوا وحفهمي وحقرتي يا نمانت جوغنا هركس أن هذا يينو قارني الحمد لله انتاس أميرات يا مدرسة دي كفرنتهاي توحيد كاهايد محوها الدين تقران قران كورميسي وناقيسة يا محوها يضعوا ملك تلوغة بسوا يا مانت هركي ماري وادوكتين وادوكتين انتاس مدرسة كفرن مدرستنا أيضاً وحا أساس أها حق بالعانتة وحا أساس أها وان إسقاني أنه محوها يرأه قال لن يرذي شيخ وحقق برسي إيو أنيقي أو مركز يجي أن محوها دقوها وان إسفهمني وحا ينقو أنكو قارني إنا نفرنو مدرسة بالعان تواوين كليا قاركوا بالعان تواوين يا وحين قلتي وح عن محو هاي دين تيبا وحبكوا أغين أو اندية دقالة يين قلتي الحمد لله بأرنتي يضا هاي وان بلوني ذاتي دالي يرضاها سفي عن أبلاوي شيخ حسين كان يقفر لي كم إذا حسن عبد علي با كميدها وحا كميدها دي لا ان رق بدل وكله يا كميدها وين في الدي حوانك دعودي وين قاتين سف يا عم بي افهمين يا هركي للربي يي مركا يي يقومات سو سو تاكتي ايغا مدرستي ايوا اون واديب ما هي ان هان ان لاين بوحو اها توس وحو ودهايا او هير غلينايانا او اما دقالا اما محو هاي وحكالا ما جرينيو دقال ما اسكستاي دقال كي نبي يلو يلجري وكالا وما نبي يلجري الحمد لله واكا ما انت على الكيسان هير كاي مريسو انت مسجد مغالدة كفرا انت مدرسة كفرا انت محو هاي مدرسة قبضوضة كفرا وواحد وذي اكتين هديب الله ما انت ويحي دقن كاها دقن دينيت كي نوها ها انا ويحيو دنا ووحب شو ها ترمي بو نقضي وحصحة وكبة دلمي يو نقضي وحا إلهي مهدئة إن دولة دن عن الله نولا هاي إن ودن كا كلمت كان هاي إن اي محوة هاي قعن وصي سي دين تنالا إن أنو سيدا نرمنو أنو أنورينو يهي نع قعن بين وصي سي نقمهر إيمانين إلى يوم إلى هذانا أرنتا قعنتي نغسيسا ونقوة دا مركتا إيضا أنا وفائدة قونية ومحوها هاي حقي داودة دولدة أينكاه اللي ويان مركي كوردودا كحروي إلى يومنا هذا واحد دعودة نادي كوري من حقا هاي مجرو إلا وقتي أن يدا اللوجي هذين إن الغهر تقوه مجي سيليلا وأنك الله نيد فلاتك إساق عين كاثا مركا كل الشيخي هو يهدي دونان يقال نصف يعني إذا كفا فاين دونا وحان هذا بابنا هذا إلهي مهديسة عفتك السابة إن مسجد كفرية يا إلهي مهدي مقال دينا إنا إيمانتا مال محوة برت دير أهانجرتي إنا قادينا ومهدي إلهي حقنا إنا محوة هاي رايا نفسي ومهدي إلهي حقنا إنا وبيه هوس الرعوة تكتي وام هذه إلهي مركا
waxa hadda kaliya inala inaynu dacwadi qaadano oo inuu muxuu aha midig iyo bidixba ku qabano oo nin waroowa wixii karaankaaga ah adiga ma aad hirgeliso adigu oo ilaahay cuskanaya haddii ilaahay ma hayay muxuu ahaayey dadka kula midkaana isgacan siinaya marka sidaa daraadeeda wax khayrka lagama daaro khayr lagama daaro halna yaan loo malaynin in muxuu ahaayey khayr moogiye shar inuu dhammaan oo eber noqonaya taa aynu qalbiga ka bixinno ma jirtee taa lama helaayo duqa dad u horreeya aadam la yidhaah waad ogtihiin ood ka war qabtaan wiilashiisii waa kay dhuunta isku dhufteenay isgowraceen sharkaasuu maalintaa u bilowday waa ku taagan yahay waa ku taagan yahay lagmana fadhiyo in uu muxuu ahaa yaraado ama u joogsado lagama fadhiyo inta ummad ah ee la halaagay ee markay nabigoodii raaci waayeen si baas loo halaagay waad ka warqabtaan haddii ilaahay ma hayoy muxuu ahaa waxaad ogtihiin weeyaan tiina way soconaysaa laakiin maxaa loo baahan yahay sabir iyo iimaan iyo muxuu ahaa adkaysi yaa loo baahan yahay marka walaalayaal yaanan idinku sii badin warka waxaan yeelaynaa khayrkan kada waa khayr ilaahay inoo muxuu ahaa gacanta inoo geliyey waa midka muxuu ahaa jannada iyo naarta midka lagu kala raacayo weeyaan kitaabka qur-aanka ah waa xog waran xog waran weeye kitaabka qur-aanka wuxuu kuu xog waramayaa wax tegey wax iman doona wax jooga wax alla wuxuu noqon doono yuu kaaga waramahayaa kitaabka qur-aanka ah marka walaalayaal waxaynu u baahannahay aynu isqabsanno aynu ismaqallo aynu kala dambayno qalbiga aan sufurno niyada aan sufurno haddii ilaahay nahayay innaga oo muxuu ahaa midda ruuxa kaleba oo u farxaayo u qosrahayo aynu muxuu ahaa dacwadeenni aynu wada noolaano sidaa iyada ah yaa wax inoogu hagaagahayaan laakiin haddaanu muxuu ahaa sidii ummadihii baaba'ay sidan iyo iskahorimaad aan wadno dacwadeennina heer kii ay gaadhay inay hoos uga noqoto yaa laga yaabaa ma garaseen haddaba raggii isaga ahaa markii bilcaanta ay bilowday madarasadee aanu bilownay madarasadeedii raggii ku jiray haddaba sidii bay ugu jiraan waxaa ka mid a sheekh xuseen buraalahan ee ag fadhiya tabti buu u wadaa xaggii gabdhaha wuu ka wadaa khadiija xaggii wiilasheena wuu ka wadaa tabti buu u wadaa wixii u kordhay oo cilmi ah muusan lama bakhaylina wuu hirgeliyey waa midu haddana wada weeyaan marka waxaa la mid a raggii kale la midka ahaa bashiir axmed layli baa la mid a waxaa la mid a sheekh xasan cabdicali baa la mid a shekhihii kale joogaa la mid a haddii ilaahad mahay marka baaraka allahu fiikum haddii aynu dadaalno aynu niyada muxuu ahaayey isu furno muxuu ahaa wallahu lmustacaan si allah sidii wax inoogu suuroobaana aynu wax u wadno haddii la warkayga waxaan ku soo gabagabaynayaa dadkii khayrkan hadda qalqaaliyeyna muxuu ahaayey sameeyey suibaatinkanna iyagana jazaahum ullahu lkhayr khayr allaha siiyo allaha ka ajri siiyo waa arrima loo baahan yahay talo kale in laisugu yimaado oo kelimada lasu jeediyo waa wax loo baahan yahay weeyaan wallahu lmustacaan marka haddaba tamlo waad ogtihiino dad baa marba markan dhulka meeshana dad baa gaday oo lacag muxuu ahaa ka bixiyey oo maktabad ku dhisay maktabad magac leh ku dhisay haddana way sii kordhay wakaad maanta arkaysaan masjid iyo maktabad iyo wax waloo khayra yaa albaabadeedii laga furay heer saray maraysaa waxaanu filaynaa inay iyadana qayb ay ka qaadato wixii wanaagsanaa ee lasoo bilaabay inay khayr ka qaadataanu yaanu ilaahay idinkii ka rajaynaynaa haddii ilaahay mahayo
لما داره نقوله ما أنت تاك ترى أم بعض وضعي ساك دارين لقى ما دارين أمبيرو كما دارين رسوشو كما دارين صالحين تي كما دارين نقول ما سوى تاك تيسي ولا أم بكو حجاب توكو تغي ساس إن بان هدنا إنقنا يعني رجينا هنا إنا أهاتو أول الدارين أو قعان ترى لو نقاتي الدين تاني يعني إلهي كرجينا هنا إنقو قعان تيسايسنا إلهي نبريينا إنو نوكر قارو يا إلهي نكبر يا هذا الكيك وحاكسو قبل قبلين يا وحاكسو قبل قبلين يا إلهي إذن كيسا الله محوها جدك الصوصا إلهي الله الله نمريو جدك الصوصا الله نمريو الله إينا مذيو قلبي قينا الله صفرو مسكح لينا الله صفرو كوي مذيو محوها دعوذ مذيو بنا الله نقرده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.